الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة بنتكلم على Solid Slab. دلوقتي Solid Slab عندي أنواع. أول حاجة ال One Way Solid Slab، إن الحمل بتاعي بيروح في اتجاه واحد. وال One Way Solid Slab ممكن جدا يبقى عندي كاميرا هنا كاميرا هنا، فالحمل بيروح ما بين الكاميرتين. ممكن يكون عندي أربع كاميرات ولكن النسبة ما بينهم بتتعدى الاتنين، يعني ستة ومثلا وده اتنين، تبقى ستة على اتنين بتلاتة، يعني فوق الاتنين، يبقى معنى كده إن الحمل هيروح one way برضو. أو كانتليفر سلاب، يعني بلاطة كانتليفر زي البلاطة اللي أنت شايفها قدامك دي، بلاطة كابولي. أو تو واي، يعني معنى كده إن أنا عندي أربع كاميرات من كل الجهات والحمل بتاعي هيروح في الاتجاهين، هيروح كده ما بين الكاميرتين دول وهيروح كده ما بين الكاميرتين دول. ممكن يكون عندي بعض الكاميرات بالشكل اللي أنت شايفه ده، هتعمل لي بلاطات. يعني ايه؟ عندي كاميرا كده وعندي كاميرا كده، فالبلاطه هنا فري وهنا فري. يبقى في الحاله دي تبقى ايه؟ الحمل هيروح على الكاميرا دي، الحمل هيروح هنا على الكاميرا دي، تبقى دي تو واي تو سبورتد سلاب. يعني هنا مش متشال على اربع كاميرات، متشال على كاميرتين بس. هنا ايه؟ تو واي ثري سبورتد سلاب، يعني انا برضو متشال على ثلاث كاميرات وإنما الحمل رايح في اتجاهين زي ما أنت شايف. دي ليها جداول خاصة عشان أقدر أحل الأنواع دي من البلاطات. إنما البلاطات اللي إحنا هناخدها إن شاء الله اللي هي الوان واي والكانتليفر والتو واي سلاب في الكرسي. التو واي سلاب والحديد بتاعي في الاتجاهين زي ما أنت شايف، والوان واي سلاب كأن عندك بالظبط ترابيزة. الترابيزة دي عندك ليها تو فريمز بالشكل ده متشالين، وعليها مثلا ازاز او خشب، والحمل هيروح ما بين الاي فريم ده للفريم ده. طيب عندي هنا اهو زي بلاطه برضو، الحمل بتاعي لو انا عندي البلاطه دي متشاله على كاميرات رئيسيه وسكندري بيمز كده، الحمل هيروح من البلاطه على البيم دي، والبيم دي هتاخد الحمل تنزلها كونسنتريتد هنا، والحمل الكونسنتريتد تروح على الكاميرا دي لرياكشن على العمود، والرياكشن العمود ينزلها على السويل بتاعتي بالكيفيه اللي انت شايفها دي. بالنسبه للوان واي سلاب are extensively used in buildings especially for span less than 4 meters. يعني انا ببتدي استخدم الوان واي للبلاطات اللي يكون عندي البخور فيها اقل من 4 متر. طيب هنبتدي نتكلم على الوان واي سوليد سلاب. يبقى البلاطات الوان واي سوليد سلاب بيمشي الحمل فيها على اتجاه واحد، والحمل بيمشي فيها على اتجاه واحد. انا عندي either the slab rested on two beams، يعني انا عندي كاميرات بالشكل ده والحمل بيمشي في الاتجاه القصير، انما لو كان الحمل ماشي في الاتجاه الكبير برضه applicable، ولكن حل مش اقتصادي بالنسبه لي. فانا دايما ادور على ان الحمل يمشي معايا في الاتجاه القصير. طيب ممكن يبقى البيمز rested على four beams، بس ال L بتاعتي، ال L اللي عندي دي L للسبان ودي L شورت. ال L أكبر من 2 L شورت، يعني زي ما بقول لك إن مثلا دي 6 ودي مثلا 2.5، 6 على 2.5 يبقى أكبر من إيه؟ من 2. يبقى في الحالة دي الحمل بيروح في الاتجاه القصير بس. يبقى أنا كده ده الوان واي سلاب تو كيسز. الكيس الأولانية إن يكون عندي
كمرتين والحمل هيروح ما بينهم، يكون عندي 4 كمرات. ده برضو اللي احنا قلناه قبل كده، ده بالنسبة للوان واي سلاب، ان عندي الحمل بيروح ما بين الكمرتين دول وبعد كده على الأعمدة. هنا عندي الحمل، هنا الجرافيتي لود اهو بيروح على البلاطة، بتتشال البلاطة، بيحصل لها ديفليكشن في الاتجاه ده وديفليكشن في الاتجاه التاني، تقوم الـ4 كمرات يشيلوا معايا الحمل. كل كاميرا بتاخد الحمل بتاعها بتنقلها على الأعمدة، العمود بياخد الحمل بتاعه كاري أكشن وياخده وينزله على السويل اللي بتاخده كلود بعد كده اهو، وينتقل على طبقات الأرض بعد ذلك. ده برضو الديفليكشن لاين. أنا النهاردة لو عندي الحمل كده بيدوس على البلاطة، يحصل لي ديفليكشن في الاتجاه ده وديفليكشن آخر في الاتجاه التاني. الكود قال لي ان انا النهارده لو انا بتكلم عايز اعرف السبان بتاعي، طيب ده عباره عن ايه؟ انا عندي حاجه اسمها ال كلير اللي هي ما بين الكاميرا والكاميرا، وعندي حاجه اسمها سمك البلاطه اللي هي التي اس بتاعتي. فانا النهارده بقول ايه؟ ال افكتيف لينس بتاعي عباره عن الأقل من المينيموم اوف حاجتين. الحاجة الأولانية هجيب الأعلى منها، والحاجة التانية السنتر لاين للسنتر لاين اللي هي المسافة بتاعتي ال هنا. طيب الحاجة الأولانية اللي هجيب الأقل منها اللي هي ال كلير زائد ايه؟ التي اس. الحاجة التانية اللي هي 1.05 في ال كلير. ده في حالة السيمبل أو الكونتينيوس سلاب. يبقى أنا في الحالة دي بجيب الماكسيمم ما بين الاتنين دول، وبعد كده بقارب السنتر لاين سنتر لاين أجيب المينيمم ما بينهم. طيب الحالة التانية إن أنا بشوف الكانتليفر، الكانتليفر بقول ال كلير بتاعتي زائد التي اس. والحالة التانية إن أنا بجيب المسافة اللي هي ال اللي هي من أول الإيدج لغاية الايه سنتر لاين بتاعتي بالنسبه للكانتيفر سبان. طيب احنا ممكن يعني ده طبعا الايفكتيف سبان اللي هو الايفكتيف سبان المظبوط بالكود. انا ممكن للتسهيل بالنسبه لنا احنا ممكن نقول والله احنا هناخد على طول السنتر لاين للسنتر لاين اللي هي المسافه ال في الحالتين بالنسبه للكانتيفر وبالنسبه للكونتينيوس سبان. ده للتسهيل فقط، ولكن الايفكتيف سبان الكود ادانا الاشتراطات بتاعته عشان احسبه مظبوط بالطريقه الاتيه، بحيث ان انت برضو تبقى عارفها. دلوقتي السوليد سلاب عندي انواع. اول حاجه الوان واي سوليد سلاب، ان الحمل بتاعي بيروح في اتجاه واحد. والوان واي سوليد سلاب ممكن جدا يبقى عندي كاميرا هنا وكاميرا هنا، فالحمل بيروح ما بين الكاميرتين. ممكن يكون عندي 4 كاميرات ولكن النسبة ما بينهم بتتعدى الاتنين، يعني 6 ومثلا وده 2 تبقى 6 × 2 × 3 يعني فوق الاتنين، يبقى معنى كده ان الحمل هيروح one way برضو. او cantilever slab يعني بلاطة cantilever زي البلاطة اللي انت شايفها قدامك دي، بلاطة كابولي. أو تو واي يعني معنى كده إن أنا عندي 4 كاميرات من كل الجهات والحمل بتاعي هيروح في الاتجاهين، هيروح كده ما بين الكاميرتين دول وهيروح كده ما بين الكاميرتين دول. ممكن يكون عندي بعض الكاميرات بالشكل اللي أنت شايفه ده، هتعمل لي بلاطات. يعني إيه؟ عندي كاميرا كده وعندي كاميرا كده، فالبلاطة هنا فري وهنا فري. يبقى في الحالة دي تبقى ايه؟ الحمل هيروح على الكاميرا دي والحمل هيروح هنا على الكاميرا دي، تبقى دي تو واي تو سبورتد سلاب. يعني هنا زي ما اتفقنا مع بعض، سمبل سبورت قال على 30، كونتينيوس من ناحية واحدة قال على 35، كونتينيوس من ناحيتين البلاطة يبقى قال على 40. بشرط ألا يقل سمك البلاطة في المباني العادية عن القيم الآتي:
البلاطة المصبوبة في موضعها معرضة لأحمال استاتيكية 8 سم. طيب إنما البلاطة بقى اللي معرضة لأحمال ديناميكية dynamic loading بتبقى 12 سم، ما تقلش عن كده. طيب بالنسبة لل one way slab are extensively used in buildings especially for wall span less than 4 meters. يعني أنا ببتدي أستخدم ال one way للبلاطات اللي يكون عندي البحور فيها أقل من 4 متر. طيب هنبتدي نتكلم على ال one way solid slab. يبقى البلاطات ال one way solid slab يمشي الحمل فيها على اتجاه واحد، والحمل بيمشي فيها على اتجاه واحد. انا عندي either the slab span، عارف طبعا بقى values code اللي بتسهل لنا 8 10 10 24. طبعا ايه في الحالة دي اي fixation 3 equal span، يبقى بتتكلم بتقول بقى ايه 10 10 12 10 وهكذا. More than 3 spans 10 10 12 12 وهكذا. ودي طبعا بتستعمل في البلاطات المستمره اكتر من ايه 2 3 equal span. شرط دي طبعا ان انا عندي البحور متساويه والاحمال متساويه. انا باخد هنا ال WS بتاعتي، طلعت المومنت اما التيميت عرفته، التي اس سمك البلاطه معروف، يبقى الدي بتساوي تي اس ناقص 2 سنتي كفر. طلعت الدي، الدي بتساوي سي 1 جذر الام على الاف اس يو في البي. البي بكام؟ انت واخد شريحه متر، تبقى البي بكام؟ 1000 مل. الاف اس يو معروفه، المومنت اللي انت بتطلعه، يبقى انا هطلع السي 1، اطلع من السي جي كيرف الجي، ادخل بالسي جي كيرف ام على الجي في الاف ييلد في الدي، طلعت كميه حديد التسليح على المتر الطول، يبقى ده لشريحه 1 متر بير متر لان، يبقى التسليح اللي يطلع لي على ايه؟ على المتر الطولي. اختيار حديد التسليح، اول حاجه لازم في حاجات كده معينه تبقى انت في دماغك علشان في التسليح ان شاء الله ما تغلطش خالص. تبقى في دماغك اول حاجه اقل عدد اسياخ في المتر 5 اسياخ، يبقى انا ما ينفعش احط تسليح في بلاطه 4 مثلا اسياخ، يبقى اقل حاجه 5 واكتر حاجه 10. طيب عدد الاسياخ في الشريحه ثابت، التسليح كل الشرايح تسليح واحد. طيب اقل قطر الاسياخ التسليح، يعني في الكود قال لك فاي 6، معلش انا عايزك يعني انسى خالص فاي 6 ده، فاي 6 ده مش انشائي خالص، خلينا نشتغل اقل حاجه عندي فاي 8. اقل قطر موجود في مصر في الحديد ايه؟ الاربعه اللي هي 240 على 350 اللي هو فاي 8، وبالنسبه ل 360 اللي هو فاي 10. طيب اكبر قطر مستخدم للحديد دلوقتي انا عندي على حسب يبقى سمك البلاطه بتاعتي. لو انا عندي بلاطه 8 استخدم حديد 8 ملي، لو 8 سنتي بستخدم حديد 8 ملي، لو البلاطة بتاعتي 10 سنتي بستخدم حديد 10 ملي، لو البلاطة بتاعتي 12 أو 14 سنتي بستخدم حديد 12 ملي، لو بلاطتي 15 ل 16 سنتي يبقى بستخدم حديد 16 ملي. يبقى البلاطة اللي سمكها 12 اللي هي دي ال 12 سنتي او 22 مللي، اقدر استخدم فيها ايه؟ قطر 8 او 10 او اقصى حاجه عندي ايه؟ 12 مللي. يبقى انا كده اقدر استخدم قطر 8 او 10 او 12. لو زادت البلاطه عن 16 سنتي في الحاله دي لازم تحط شبكه علويه 5 فاي 10 في المتر الطولي، علشان الايه؟ شرينكج اللي بيحصل على البلاطه. يبقى وده التسليح بتاعي، يبقى انا عندي الشبكه السفليه عادي المومنت اللي انا بشيله دبليو تربيع على 8 اللي هو اللي تحت، وفوق شبكه علويه ثانيه بحطها عشان اقلل الشرينكج عشان البلاطه بتاعتي زادت عن 16.
طب بالنسبة للone way slab are extensively used in buildings especially for floor span less than 4 meters. يعني أنا ببتدي أستخدم الone way للبلاطات اللي يكون عندي البخور فيها أقل من 4 متر. طيب هنبتدي نتكلم على الone way solid slab. يبقى البلاطات الone way solid slab يمشي الحمل فيها على اتجاه واحد، والحمل بيمشي فيها على اتجاه واحد. انا عندي either the slab rested on two beams، يعني انا عندي كمرات بالشكل ده، عندي الحمل اللي هو المتر المتقطع، واحد متر واحد متر اهي، واخد شريحة وابتدي احل الايه الكانتيفر بتاعي. طبعا انا عارف هنا المومنت هيطلع لي كام، دبليو في ال كانتيفر تربيع على 2، ده ستراكشر. انا كده طلعت المومنت، المومنت طلع معايا بكيلو نيوتن بير متر لان، التي اس بتاع البلاطه بتاعتي معروفه، يبقى الايه الكفر بتاعي 2 سنتي ل 3 سنتي، يبقى الدي بتساوي تي اس ناقص 2، يبقى الدي بتساوي سي 1 جذر الام على الاف اس يو في البي، والبي بتاعتك هو شريحه 1 متر، يبقى البي 1000 ملي. اطلع منها السي 1 ومن خلال السي جي كيرف بطلع الجي، بعد كده بدخل بعوض بقول ان الاي اس الحديد بتساوي ام التيميت على الجي في الاف يلد في الدي. انت عندك الام التيميت والجي جبتها دلوقتي، الاف يلد بتاعت الحديد اللي انت عارفها والدبس اللي انت طلعته من هنا، يبقى انت كده طلعت حديد التسليح اللي انت محتاجه في الكانتليفر. اوعى تنسى لو شغال كانتليفر انت بتعمل ايه، انت هترمي حديدك مرة ونص لورا، يعني هتاخد شوكة وترمي الشوكة بتاعتك مرة ونص طول الال كانتليفر بالشكل اللي انت شايفه ده. دي شكل الشوكة، بتبتدي من اول بعد الكاميرا وتلف معاك وترمي واحد ونص ال كانتليفر. طيب ما انساش ان انا عندي الحته دي عباره عن ده ديستريبيوتر، عايزين ينقلوا الحمل بتاع البلاطه في الاتجاه الاخر، فانت بتاخد تسليح 5 في 10 توب اند بوتوم هنا اهو. يبقى انت عندك هنا التسليح بتاعك للايه الكانتليفر بالشكل ده، والجزء ده عندك الشوكه رمية مرة ونص ال كانتليفر بهذا الشكل. ده تسليح الكابولي، ده مهم جدا، واوعى وانت في الامتحان يا لازم ترسم بسكيل، ترسم لي دي بسكيل تبان ان دي واحد ونص ال كانتليفر، واحتياطي تكتبها كمان من فوق واحد ونص ال كانتليفر عشان ابقى متأكد ان انت عاملها صح. نيجي للنوع الاخير والنوع التالت اللي هو التو واي سوليد سلاب. التو واي سوليد سلاب زي ما اتفقنا ان احنا ان الحمل هيروح في الاتجاهين، الاتجاه الشورت هسميه الفا والاتجاه اللونج هسميه بيتا. طيب اتجاه الشورت يعني معنى كده ان الحمل هيروح في الاتجاه الرئيسي بتاعه او الاتجاه الايه المين، والاتجاه البيتا هو اتجاه السكندري بتاعه. هنا الحمل ماشي على اربع كمرات بحيث ان ال بتاعتي اقل من او قد الايه تو ال شورت. يبقى انا النهارده عندي لو حطيت اي حمل هنا هيتوزع جزء من الحمل هيروح الفا وجزء من الحمل هيروح بيتا. النقطه بتاعتي ايه اللي جنبها، يعني هل هي سيمبل ولا كونتينوس فروم وان اند ولا تو فروم تو ايه تايب. طيب في جايد لاين كده بسيط عشان اعرف سمك البلاطه، يعني اعتبره جايد لاين كده، مش ده مش كود، يعني ايه ده بيدي لك سنس بس، انما الحساب الاساسي في الايه في الكود الايه القيم اللي احنا هناخدها. لو كانت الاريا بتاعتك اقل من 25 متر مسطح بتاخد التي اس بايه ب 10 سنتي، حتى 35 بتاخدها ب 12، حتى 50 بتاخدها ب 14، من 50 ل 65 تاخدها ايه ب 16 سنتي. طيب بالنسبه للوان واي سلاب
are extensively used in buildings, especially for wingspan less than 4 meters. يعني انا ببتدي استخدم الوان واي للبلاطات اللي يكون عندي البخور فيها اقل من 4 متر. طيب هنبتدي نتكلم على الوان واي سوليد سلاب. يبقى البلاطات الوان واي سوليد سلاب بيمشي دي الحمر اللي هو المتر المتقطع 1 متر 1 متر اهي، واخد شريحه وابتدي احل الايه الكانتيفر بتاعي. طبعا انا عارف هنا المومنت هيطلع لي كام، دبليو في ال كانتيليفر تربيع على 2 ده ستراكشر. انا كده طلعت المومنت، المومنت طلع معاه بكيلو نيوتن بير متر لان، التي اس بتاع البلاطه بتاعتي معروفه، يبقى الايه الكفر بتاعي 2 سنتي ل 3 سنتي، يبقى الدي بتساوي تي اس ناقص 2، يبقى الدي بتساوي سي 1 جذر الام على الاف اس يو في البي، والبي بتاعتك هو شريحه 1 متر، يبقى البي 1000 ملي. اطلع منها السي 1 ومن خلال السي جي كيرف بطلع الجي، بعد كده بدخل بعوض بقول ان الاي اس الحديد بتساوي ام التيمت على الجي في الفيلد في الدي. انت عندك الام التيمت والجي جبتها دلوقتي، الاف يلد بتاعت الحديد اللي انت عارفها والدبس اللي انت طلعته من هنا، يبقى انت كده طلعت حديد التسليح اللي انت محتاجه في الجنب. الكود اللي ان انا النهارده لو انا بتكلم عايز اعرف السبان بتاعي، طيب ده عباره عن ايه؟ انا عندي حاجه اسمها ال كلير اللي هي ما بين الكاميرا والكاميرا، وعندي حاجة اسمها سمك البلاطة اللي هي التي اس بتاعتي. فأنا النهاردة بقول إيه؟ الأقل إفكتيف لينس بتاعي عبارة عن الأقل من المينيموم أوف حاجتين. الحاجة الأولانية هجيب الأعلى منها، والحاجة التانية السنتر لاين للسنتر لاين اللي هي المسافة بتاعتي ال هنا. طيب الحاجة الأولانية اللي هجيب الأقل منها اللي هي الـ L كلير زائد إيه؟ الـ تي اس. الحاجة التانية اللي هي 1.05 في الـ L كلير. ده في حالة الـ simple أو الـ continuous slab. يبقى أنا في الحالة دي بجيب الماكسيمم ما بين الاتنين دول، وبعد كده بقارب الـ center line أجيب المينيمم ما بينهم. طيب الحالة التانية إن أنا بشوف الكانتيلير 100%، يعني عند 1 50%، عند الفا 50%، عند بيتا. اخد بالي وانا بشتغل انا بختار باني جدول، لان كل حاجه ليها الحاجه بتاعتها. جدول جراشوف اشتغل بيه في التانكس، جدول ماركس اشتغل بيه في الهولو بلوك، جدول ايجيبشن كود اوف براكتس بشتغل بيه في السوليد. دلوقتي في حاجات برضو احنا ايه محتاجين ان احنا نعرفها خاصة بحديد التسليح بتاعي. أول حاجة الـ minimum area of steel for one and two way slab is given by الـ AS minimum 0.6 على F yield الـ B في الـ D for all types of steel، أو عبارة عن 0.25% في الـ B في الـ D طبعا بالنسبة للـ mild steel اللي هو الحديد الطري، و 0.15 البي في جي بالنسبه للهاي جريد ستير اللي هو 360 او 400 نيوتن على المليمتر تربيع. عظيم. طيب عندنا بروفيجن تاني، الكود قال لنا at least one third of the reinforcement must extend from the support to the support. يبقى انا اول حاجه برضو مهمه جدا ان تلت الحديد لازم يوصل من الايه من الركيزه للركيزه. Maximum distance between bars is 200، يعني معناتها ايه؟ يعني اكتر حاجه 200، انا ما تقلش عن 5 سياخ في المتر. The area of secondary mesh should be at least 20% of the main area of steel with minimum of 4 bars per meter. يعني ايه؟ يعني الشبكه السنويه بتاعتي ما تقلش عن 20% من الاي اس بتاعتي اللي انا طلعتها الاساسيه، وما تقلش عن 4 سياخ في المتر. ده حتى السنوية كمان مش المية.
ده مينيمم بارز از 6 مللي، يعني اقل قطر 6 مللي للستريت بارز و8 مللي فور بنت بارز. لا يعني انا معلش حته 6 مللي دي انا يعني انا شايف انها اقل حاجه 8 مللي، و6 مللي ده لا يستخدم بالنسبه لنا كانشائي، يعني ده شغل ايه يعني، نخلي اقل بار بنستخدمه في حياتنا كلها يعني 8 مللي. واحنا دلوقتي حاليا حتى لو احنا بنتكلم دلوقتي الناس بقت تشتغل بكله ب 10 مللي. Slabs with thickness of more than 160 should be reinforced with top steel mesh not less than 20% of the main steel and with minimum 5.8. يعني انا and mild steel 5.6 for higher grade steel. يعني انا النهارده البلاطه اللي احنا قلنا اتفقنا مع بعض لو زادت عن ايه 16 سنتي لازم احط لها شبكه علويه، شبكه علويه ما تقلش عن ايه 20% من الشبكه السفليه بتاعتها، يبقى وايه يعني ممكن ناخدها على طول 5.10 في المتر الطولي وخلاص. Under normal conditions and for spans do not differ more than 20%, half of the reinforcement could be bent at the fifth of the clear span and extend to the adjacent span one fourth the bigger of the two spans as shown. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في حاله الحاله العاديه للبلاطات ان هو في فرق ما بينهم حوالي 20%، نص الحديد اقدر استخدمه مكسحات، والمكسح يبتدي من خمس البحر ويمتد حتى ربع البحر المجاور. يعني ده كلام ده ايه هوريه لك في الرسم. طيب نمسك اكزامبل كده ونشوف كده عشان نعرف موضوع الريكتانجلاريتي بتاعتنا اللي كنا اتكلمنا فيه مع بعض. عندي ثلاث بلاطات زي ما انت شايف قدامك على الرسم، 5 متر 5 متر 5 متر، والبلاطة في الاتجاه الآخر 4 متر. تعالى كده معايا نحسب الريكتانجلاريتي بأول واحدة. بص كده معايا ال على الأقل شورت، ال البحر الطويل على الأقل شورت على 4 تبقى 5 على 4. في الأم على الأم داش، الأم بتاعتك البلاطة بتاعتك 5 متر دي متوصلة ببلاطة تانية تبقى 0.87 لأن هي متوصلة ببلاطة تانية. على الأربعة متر مش متوصلة بحاجة خالص تبقى في الاتجاه التاني ب 1 تبقى 0.87 على 1 تطلع لك كام؟ 1.08. عوض على الألفا والبيتا، طلعت الألفا هي في الاتجاه ده 0.39 والبيتا 0.3 في الاتجاه الآخر. طب تعالى امسك البلاطة التانية، البلاطة التانية زي ما حسبتها كده البحر الطويل 5 على 4. طب البحر الطويل هيتضرب في ايه؟ مستمر من ناحيتين في 0.76، احنا قلنا المستحيلتين تبقى 0.76. طب الناحيه دي لا ده مش متصله بحاجه خالص تبقى 1 تبقى تطلع لي 0.95 دي اقل من 1. طالما طلعت اقل من 1 تقلبها، يبقى ايه؟ طالما هي ما طلعش اقل من 1 ابدا يبقى لازم تتقلب، يبقى ايه؟ يبقى معنى كده انت واخد الحمل اتجاه خطا. يبقى 1 تبقى هقلب 1 في 4 في 0.765 تطلع لك 1.85. احط بقى الالفا والبيتا، طالما قلبت الانتر ريكتانجلاريتي بتاعت البلاطه يبقى الالفا بتاعتك مش هتروح، يبقى الاتجاه القصير بتاعك هو فين؟ اللي هو ده. الله ده 5 متر، لا يبقى هو القصير برضه لان هي طالعه لك اقل 0.95 يبقى انت بتقلب، يبقى الالفا بتاعتك هنا كانت في الاتجاه القصير اللي هو ال 4 متر، أصبح هو ده الاتجاه القصير بينك في البلاطة دي، هو أصبح الاتجاه القصير بتاعتك في البلاطة التانية دي. يبقى ليه؟ لأن أنا طلعت أقل من 1، يبقى أنا أصبحت دي الألفا وأصبحت دي البيتا بالنسبة لي. البلاطة التالتة دي هتطلع زي دي طبعًا لأن الاتنين دي في الأول ودي في الآخر هما الاتنين زي بعض. طيب أنا عايز أحل بقى، أروح واخد شريحة واحد أهي، شريحة اتنين أهي مختلفة، شريحة تلاتة ضمت تلاتة في بعض، يبقى أنا كده تلات شرايح تديني أي كيس من التسليح. دي الحمر اللي هو المتر المتقطع، واحد متر في واحد متر أهي، وآخد شريحة وأبتدي أحل الإيه الكانتيفر بتاعي. طبعًا أنا عارف هنا المومنت هيطلع لي كام؟ دبليو في ال كانتيليفر تربيع على اتنين، ده ستراكشر. انا كده طلعت المومنت، المومنت طلع معايا بكيلو نيوتن بير متر لان،
التي اس بتاع البلاطه بتاعتي معروفه، يبقى الايه الكفر بتاعي 2 سنتي ل 3 سنتي، يبقى الدي بتساوي تي اس ناقص 2، يبقى الدي بتساوي سي 1 جذر الام على الاف سيوف البي، والبي بتاعتك هو شريحه 1 متر، يبقى البي 1000 ملي. اطلع منها السي 1 ومن خلال السي جي كيرف بطلع الجي، بعد كده بدخل بعوض بقول ان الاي اس الحديد بتساوي ام التيميت على الجي في اف يلد في الدي. انت عندك الام التيميت والجي جبتها دلوقتي، الاف يلد بتاعت الحديد اللي انت عارفها والدبس اللي انت طلعته من هنا، يبقى انت كده طلعت حديد التسليح اللي انت محتاجه في الكانتليفر. اوعى تنسى لو شغال كانتليفر انت بتعمل ايه، انت هترمي حديدك مره ونص لورا، يعني هتاخد شوكه وترمي الشوكه بتاعتك مره ونص طول الكانتليفر. اوعى تنسى تحط الحته نرجع تاني للستريبس بتاعتنا اللي كنا خدناها في المسألة. انت خدت اول واحد الفا في WS.39، يبقى انت كده طلعت هتطلع WS بتاعتك، ادي ايه، ادي الشريحة الاولانية، طلعت المومنت دبليو تربيع على 8 دبليو تربيع على 24، يبقى دي بتساوي تي اس ناقص 2، طلعت على طول ايه التدي، طلعت هتطلع السي 1 وهكذا. الشريحة التانية طلعتها، الشريحة التالتة اللي كانت تلات بحور مع بعضيهم، أنا إيه طلعت برضو المومنت بتاعي أو اتزنقت مثلا حاجة زي كده، أطلعها بالإيه بثري مومنت إيكويشن، دي متماثلة فهطلع المومنت على قطاع واحد، يبقى أنا كده إيه عندي معادلة واحدة بمجهول واحد في الآخر. إكزامبل برضو، أنا عندي هنا بلاطة، البلاطة دي عبارة عن فيها هنا كانتليفر جزء هنا وفي هنا جزء كانتليفر، اف سيو 25، الاف ييلد 360، الفلور كفر بتاعي 1.5 واللايف لود 2. ديزاين ذا سلاب از سوليد سلاب، درو ديتيلز اوف رينفورسمنت، اف ذا بيم اي بي نوت اكزيست، يعني انا النهارده ما عنديش البيم ده مش موجود، ديزاين ذا سلاب اند درو ديتيلز اوف رينفورسمنت. طيب هنبتدي نحل المسألة دلوقتي. في حاجات برضو احنا ايه محتاجين ان احنا نعرفها خاصة بحديد التسليح بتاعي. اول حاجة المينيمم اريا اوف ستيل فور 1 اند 2 واي سلاب از جيفن باي الاي اس مينيمم 0.6 على اف ييلد البي في الدي فور اول تايبس اوف ستيل، او عبارة عن 0.25% في البي في الدي طبعا بالنسبة للمايل ستيل اللي هو الحديد الطري، و 0.15 البي في الدي بالنسبة للهاي جريد ستيل اللي هو 360 أو 400 نيوتن على المليمتر تربيع. عظيم. طيب عندنا بروفيجن تاني، الكود قال لنا at least one third of the reinforcement must extend from the support to the support، يبقى أنا أول حاجة برضو مهمة جدا إن تلت الحديد لازم يوصل من الإيه؟ من الركيزة للركيزة. Maximum distance between bars is 200، يعني معناتها إيه؟ يعني أكتر حاجة زي ما اتفقنا مع بعض، simple support قال على 30، continuous من ناحية واحدة قال على 35، continuous من ناحيتين البلاطة يبقى قال على 40. بشرط ألا يقل سمك البلاطة في المباني العادية عن القيم الآتي: البلاطة المصبوبة في موضعها معرضة لأحمال استاتيكية 8 سنتي. طيب إنما البلاطة بقى اللي معرضة لأحمال ديناميكية dynamic loading بتبقى 12 سنتي، ما تقلش عن كده أي حال من الأحوال. مع بعض أنا طلعت هنا الالفا والبيتا بتاعت كل واحده فيهم، انت جبت الريكتانجلاريتي كل واحده فيهم، جبت الريكتانجلاريتي زي ما تعرفنا قبل كده،
عندي ال WS حاضرة بالألفا في ال WS بتاعتي، في ال WS W مثلا S بتاعتي 1055 في الألفا 0.422 تطلع لك ايه 4.45. هنا عندك بقى انا طلعت هنا 1055 ليه؟ لان كانت دي كانتليفر. طيب طلع لي ستريب اهون الاولانيه اهي، ابتدي بقى ايه احط المومنت بتاعي، اجيبها بقى مثلا بقى هنا دبليو ال تربيع على 2 تطلع لي 11.86. يبقى هنا عندي محتاج بس اجيب المومنت اللي هو هنا، ممكن اجيبه ب3 مومنت ايكويشن على طول. طيب هنا بالنسبه لستريب 2 1055 برضه دبليو ال تربيع على 2 11.86 زي دي بالظبط، لان ايه ده مومنت ثابت. بعد كده هعلق منه دبليو ال تربيع على 8 تطلع لك 4.29 هنا اهو. يبقى انا طلعت المومنت هنا دايركت بسهوله جدا ما فيهاش. ثلاثه حمل هنا في الاتجاه ده، لو كنت تتذكر ما كانش عندي احمال خالص، يبقى انا عندي هنا حمل هنا بس. طيب هنا دبليو تربيع على 24، هنا بقى المومنت هنا اهو يعني بياخد حته كده شويه عشان يموت، فبديله دبليو تربيع على 16. وهنا طبعا المومنت هنا كانه هنا زيرو وهنا زيرو، يبقى دبليو تربيع على 8 في الجزء ده. طيب الستريب 4 كانت سهله قوي طبعا، ده اللي هي دبليو تربيع على 8 اللي هي كان فيها 0.471 في 10.55 تدي لك على طول دبليو تربيع على 8 ودبليو تربيع على 24 بالنسبه لي. اكزامبل برضو انا عندي هنا بلاطه، البلاطه دي عباره عن فيها هنا كانتليفر جزء هنا وفي هنا جزء كانتليفر. اف اس يو 25 الاف ييلد 360 الفلور كفر بتاعي 1.5 واللايف لود 2. ديزاين ذا سلاب از سوليد سلاب، درو ديتيلز اوف رينفورسمنت اف ذا بيم اي بي نوت اكزيست، يعني انا النهارده ما عنديش البيم ده مش موجود. ديزاين ذا سلاب اند درو ديتيلز اوف رينفورسمنت. طيب هنبتدي نحل المساله دي مع بعضينا كده ان شاء الله. نشوف اول حاجه هنعمل احنا كده وصلنا للسوليد سلاب اساينمنت بروبلم. ده عندك مبنى زي ما انت شايف بيلدينج فلور بلان شونج كونكريت بيم اوف 250 في 600 مليمتر سكوير فور اول بيمز. يبقى انا عندي ده قطاع الكمرات كله 25 سم في 60. ده فلور كفر عندي 1.5، اللايف لود 2، الاف اس يو 30، الستيل اليلد بتاعها 360، كالكوليت سلاب سيكنس. يبقى انا سهل قوي طلع طبعا سمك البلاطه، اندرو وسكيل 1 ل 50، ذا رينفورسمنت ريكوايرد فور ذا فلور سلاب جيفن. يبقى هبتدي اشوف كل بقى الستريبس وابتدي احلها كلها وابتدي اسلح البلاطه. خد بالي ان في بلاطه هنا اهو مهشره، يعني ايه مهشره؟ يعني دي بلاطه ايه؟ حمام. يبقى معنى كده ان الحديد هنا مش مكمل، خد بالي هنا الحديد ده يبقى سيمبل والحديد لغايه هنا هيقف. اخد بالي من الحاجات البسيطه دي. في بلاطه ثانيه عايز برضو نحلها بنفس الكيفيه، هي دي هي 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 نفس البلاطه انا اسف. احنا محتاجين برضو ان احنا بنكبرها شويه عشان بس اللي عايز يشوفها. الاساينمنت الثانيه دي عباره عن مدرسه ودي الابعاد. انا عايزك ايه؟ فور ذا architecture بلان اند structure بلان فور سكول شون ديزاين ا سوليد سلاب ات structure بلان اف اس يو 30 واف يل 360. يبقى انا عندي ده architecture بلان، انا عايزك بقى ان انت تحله كايه؟ ك خد
بالك ان هنا في زي برضو العين كده مش واضحه قوي في الرسم، بس دي عباره عن زي ايه برضو بلاطه، الحته دي كلها بلاطه ماشيه كده اهي، دي بلاطه ماشيه كده معايا، الجزء ده مش باين قوي في الرسم بس اهو، كل دي البلاطه، دي مدرسه اهي، وفين الحمامات، ده سلم، وادي منطقه الحمامات اهي، الجزء ده اللي ممكن يتهبط على بعضه، والباقي كله يبقى سوليد سلاب. طب انا عايز احط بقى، ابتدي احط كاميرات اهو، وابتدي اوزع الكاميرات بتاعتي على الاعمده اللي موجوده، احط سوليد سلاب وابتدي اعمل الستريبس، وابتدي احل الستريبس بتاعي واسلح البلاطه بتاعتي، ده المطلوب المثالي. سلاب وعملنا الاساينمنت 1 و 2، من فضلكم تبعتهم لي زي ما انت شايف كده، ادي شكل، انا حاطط لك شكل الكاميرات علشان كده اسهل لك برضو ان احنا عملنا ان بنعمل الاستراكشر بلان ازاي، ادي لو حطيت لك شكل الكاميرات بتاعتك اللي انا عايزها ان انت تحلها لي، ادي شكل الكاميرات بتاعتك اهي، وانت ادي السوليد سلابس بتاعتك، وهخبط الحته دي بس وببين لك فرق المنسوب هنا، عندي بلاطه هنا عاليه والبلاطه هنا واطيه، وادي الكاميرا بتاعتي بوري لك فرق المنسوب، ادي شكل البلان بتاعك. عايزين نحل بقى ايه المدرسه دي، اطلع بقى كل الستريبس اللي عندي، انا سهلت لك اهو، خدت لك انا الاستراكشر بلان بحيث ان انت يسهل لك شويه الموضوع، وتبقى انت يعني برضو اخدت فكره ازاي ان انت تحول architecture بلان لاستراكشر بلان. انا اتمنى ان انت تشتغل الاول، تجرب اذا كان هتعرف الاول انت تحوله ولا لا لوحدك، ولكن لو ما كانش كده ادي الرسمه بتاعتك اهي اللي انت هتحول بيها الاركتكتشر بلان للاستراكشر.